أعزائي الطلبة في هذا اللاب راح نتعرف على الليمفويد تيشوز اللي هي الأنسجة الليمفاوية. الأنسجة الليمفاوية ذكرنا سابقا مكونة من سيلز، هذه السيلز اللي مكونة لها بالدرجة الأساس هي الليمفوسايت بالإضافة إلى خلايا أخرى أيضا معها تتواجد اللي هي البلازما سيل، ماكروفاج وغيرها. أول سلايد، هذا أول سلايد أو أول تيشو بريباريشن يوضح فوتو مايكروغراف أوف ديفيوز أند نودولار ليمفاتيك تيشوز اللي هي الأنسجة الليمفاوية اللي تكون بشكل نودولار عقيدات وديفيوز اللي هي المنتشرة. طبعا هذه تعتبر تايب أوف ليمفاتيك تيشو، نوع من أنواع الليمفاتيك تيشوز اللي هي الأنسجة الليمفاوية. مثل ما تلاحظ هنا بالتيشو مؤشر على الديفيوز ليمفويد تيشو، الأنسجة الليمفاوية اللي تكون بشكل ديفيوز منتشر. تلاحظ هذه الديفيوز ليمفاتيك تيشوز ار ذا تيشوز ذات ار انكابسوليتد، هذه التيشوز تكون انكابسوليتد يعني غير محاطة بكبسول اللي هي المحفظة. والسيلز المكونة لها طبعا مكونة من هذه التيشو مكونة من ليمفوسايت، لكن هذه الليمفوسايت تكون لوسلي باكت يعني متباعدة متناثرة عن بعضها، فهذا التباعد انطى للتيشو بشكل عام مظهر الديفيوز، يعني تلاحظ ماكو حد معين لهذا التشو، تشوف الخلايا المكونة إلها كلها تكون ديفيوز منتشرة ومتباعدة عن بعضها. في حين لو نظرنا للنوع الآخر اللي هو نودولار ليمفاتيك تشو، هذا تلاحظه وياي يكون دارك ذان ديفيوز ليمفاتيك تشو، يكون شوية دارك يعني لونه أطوخ، وتشوف السيلز المكونة إلها تكون لوزلي عفوا تكون كلوزلي باكت يعني متقاربة، الخلايا الليمفاوية المكونة لهذا التشوز تكون متقاربة من بعضها، لذلك انطت لهذا التشو مظهر النوديول بشكل عقيده. تمام، فهذه النوديولار ليمفاتيك تيشوز ايضا هي تشوفها يعني شاربلي ديفايند بات نون كابسوليتد او انكابسوليتد، ايضا تشوفها حدودها واضحه ومحدده لكن هي ايضا انكابسوليتد غير محاطه بكبسول. لكن ذكرت لك انه السيلز المكونة إلها والتراصل اللي متواجد التراصل اللي فيما بينها هو انطاها هذا المظهر انه ظهرت بشكل نوديول عقيدات. التيشو بريباريشن الآخر يوضح فوتو مايكروغراف اوف لينف نود، يوضح العقد الليمفاوية. هذه اللينف نود مكونة من كبسول سراوند باي كبسول، مثل ما تلاحظ يكون تركيبها كونكتيف تيشو فروم كبسول ترابيكيولا اكستند انتو ذا بارانكيما اوف لينف نود، من الكبسول راح تمتد الترابيكيولا هذه اللي هي الفواصل تمتد الى داخل اللينف نود. اللينف نود مقسم من تو ريجنز outer region منطقة خارجية نطلق عليها الكورتكس اللي هي القشرة، وال inner region منطقة داخلية نطلق عليها الميدولا اللي هي اللوب. طبعا الكورتكس مثل ما تشوف الكورتكس عبارة عن lymphatic nodule، الكورتكس مقسمة أو مكونة من lymphatic nodule، تلاحظ هذه كل وحدة هي lymphatic nodule عقيدة لمفاوية عقيدات لمفاوية. each lymphatic nodule كل عقيدة لمفاوية لاحظها مكونة من تو ريجن، سنترال ريجن نطلق عليها الجيرمينال سنتر، منطقة جرثومية وسطية يكون لونها لايت مثل ما تلاحظها فاتحة، واوتر رينج اكو حلقة خارجية تكون دارك لونها تشوفها نطلق عليها الكورونا اللي هي المنطقة الخارجية. طبعا هذه الكورونا كونتين سمول لينفوسايت، كونتين عفوا لارج نمبر اوف سمول لينفوسايت، تحتوي عدد جدا كبير من الليمفوسايت عفوا من الخلايا الليمفاوية اللي تكون small in size تكون صغيرة بالحجم. تمام، فهذا العدد الهائل من الليمفوسايت والحجم الصغير لها انطى هذه الاوتر رينج الدارك كلر اللون الدارك. اما الجيرمينال سنتر هذه المنطقة الجرثومية مكونة من small number of large lymphocytes عدد صغير من خلايا الليمفاوية تكون كبيرة بالحجم. تمام، فهذا الخلايا الليمفاوية الكبيرة هي انطت لهذه الجيرمينال سنتر الكلر اللي يكون لايت. طبعا هذه الليمفوسايت المتواجدة ضمن الجيرمينال سنتر وظيفتها الأساسية هي ريكوجنايز ان انتيجين، هي اللي تصطاد اذا اكو انتيجين معين هذه الليمفوسايت المتواجدة هنا هي تصطاده.
أما بالنسبة للمدلة اللي هي اللوب فأيضا مكون من مدلة ريكورد حبال نخاعية تحتوي على الليمفوسايت خلايا لمفاوية. أيضا وجود هنا عندي وجود فد ستركتشر مهم اللي هو هايلم اللي هو عبارة عن ديبريشن اون ذا كونكيف سيرفيس اوف لينف نود اللي هو عبارة عن نقرة موجودة على السطح المحد عفوا السطح المقعر من اللينف نود. هذه الهايلم طبعا سيرف از ذا سايت فور ذا اكزيت اوف افرنت ليمفاتيك فيزل. هذه تعتبر فد منطقة جدا مهمة لخروج الافرنت ليمفاتيك فيزل الاوعيه الليمفاويه الصادره اللي هي كونفي لينف وظيفتها كونفي لينف اواي فروم ذا لينف نود وظيفتها تحمل اللينف بعيدا عن العقده الليمفاويه. وايضا هذا الهايلم ايضا يلعب دور جدا مهم ب عفوا انترانس اند اكزيت اوف بلود فيزلز اند نيرف ايضا مكان لدخول وخروج الاوعيه الدمويه ودخول النيرف اللي هي الأعصاب. أما التيشو سكشن الآخر فهو يوضح الفوتو مايكروغراف أوف سبلين اللي هو الطحال. طبعا السبلين مثل ما تلاحظ أيضا سيوراوند باي كبسول محاط بالكبسول المحفظة فروم كبسول ترابيكيولا أيضا وجود الترابيكيولا اكستند انتو ذا بارنكيما أوف سبلين. طبعا السبلين ديفايد انتو تو فانكشنالي اند مورفولوجيكالي ديفرنت ريجينز. السبلين مقسم إلى منطقة منطقتين مختلفة هذه المنطقتين مختلفة وظيفيا ومظهريا مختلفة بالمظهر والوظيفة. هذه المنطقتين اللي هي الريد بالب مثل ما تلاحظ والوايت بالب هذه الريجنز المناطق اللي تكون دارك. هذه الدارك أسميها وايت بالب والوايت بالب سيوراوند باي ريد بالب طلقت عليها red bulb because it contain large number of red blood cells تحتوي على عدد جدا كبير من الخلايا كريات الدم الحمراء. أما white bulb اللي هي هذه لونها شوية dark هذه white bulb contain large number of lymphocytes تحتوي عدد جدا كبير من كريات الدم البيضاء اللي هي lymphocytes تمام. لذلك انطلقت عليها وايت بالب وريد بالب هذه ان تيشو سكشن بالعينه النسيجيه. هذا هنا نفد مقطع مكبر للسبلين هذا مقطع مكبر يوضح لك الليمفوسايت المكونه للوايت بالب تشوفها هذه اللي تكون بلو او دارك بلو لونها وايضا يوضح لك الاريثروسايت ان ذا ريد بالب ايضا يوضح كريات الدم الحمراء المتواجده ضمن الريد بالب اللب الاحمر. شوف كريات الدم الحمراء فانطى وجود هذه السيلز انطى للمناطق هذه المسميات اللي هي الريد بالب والوايت بالب. اما التشو سكشن الاخر اللي هو يوضح الثايموس اللي هو مثل ما تلاحظ الفوتو مايكروغراف اوف ثايموس. الثايموس ايضا سراوند باي كبسول فروم كبسول ترابيكولا اكستند انتو ذا بارنكيما اوف ثايموس ايضا من الكبسول راح تمتد الحواجز. هذه الحواجز ديفايد ذا ثايموس انتو لوبيولز مثل ما تلاحظ هذه الترابيكولا قسمت الثايموس انتو ثايميك لوبيول الى فصيصات. بالنسبة للكبسول ايضا مقسمة من اوتر ريجن منطقة خارجية نطلق عليها الكورتكس او الثايميك كورتكس تمام. الثايموس مقسم الى اوتر ريجن منطقة خارجية نطلق عليها ثايميك كورتكس وانر ريجن منطقة داخلية نطلق عليها ثايميك ميدولا تمام اللي هي اللوب. الاحظ انه المدلة تكون لايت يعني تكون فاتحة في حين الثايميك كورتكس تكون دارك. هذه الثايميك كورتكس بالحقيقة الثايميك كورتكس تظهر يعني استين انتنسلي هذه المنطقة ظهرت دارك لانه هي يعني الاحظها تحتوي على ايضا large number of small lymphocytes large number of small lymphocytes تحتوي على عدد جدا هائل من خلايا لمفاوية. هذه الخلايا اللمفاوية تكون small in size تمام. فهذه الخلايا اللمفاوية اللي هي small in size صغيرة بالحجم stain intensely with
هيموتوكسينين ستين انتينزلي، اصطبغت هذه الخلايا اصطبغت بقوة مع الهيموتوكسينين اللي احنا مثل ما نعرف انه التيشوز بشكل عام تصبغ with هيموتوكسينين and ايوسين بهذين الصبغتين. فهذه السيلز اخذت الهيموتوكسينين بقوة هذه الصبغة. بالحقيقة من اللي اخذ هذه الصبغة؟ اخذها اللي هي النواة المكونة لهذه السيلز، لانه النواة محتلة اغلب الخلية فاخذت هذه الصبغة بقوة فانطت لهذه المنطقة هذا الدارك كلر، هذا اللون الدارك. في حين ألاحظ أنه المدلة، لا هذه المدلة contain تحتوي contain small number of large lymphocytes، تحتوي على عدد قليل، وهذه هذا العدد القليل أيضا يكون loosely packed، يعني الخلايا متباعدة عن بعضها متفككة ما متراصة، والخلايا تكون large أيضا، الليمفوسايت تكون large in size، خلية كبيرة. فهذه large cell، هذه الخلايا بالحقيقة contain more سيتوبلازم، هذه الخلايا كل ما تكون كبيرة راح تحتوي على more سيتوبلازم than lymphocyte in cortex، الخلايا الكبيرة راح تحتوي على كمية سيتوبلازم كبيرة مقارنة مع كمية السيتوبلازم الموجودة ضمن الخلايا المكونة للكورتكس. فهذه الكمية الظاهرة من السيتوبلازم ألاحظ أنه يعني جعلت هذه السيل ستين ليس انتنسلي، يعني الخلايا هاي راح تصطبغ لكن صبغة تكون فاتحة، تاخذ صبغة فاتحة. ليش؟ لانه ذكرت لك الخلايا راح تتكون من كمية سيتوبلازم كبيرة، النواة راح تكون صغيرة، تمام؟ فهذه كمية السيتوبلازم الكبيرة الظاهرة راح تأثر على التصبيغ، لذلك ألاحظ أني هذه المنطقة كلها راح تظهر لايت، لأنه خلاياها كبيرة، كمية السيتوبلازم بيها كبيرة، يعني النواة بيها تكون أصغر، فكمية السيتوبلازم هذه راح تأثر وتجعل المنطقة راح تصطبغ، يعني تصطبغ أو تأخذ أو تميل إنه تأخذ صبغة تكون أقل من الكورتكس، لذلك هي ظهرت لايت.